محلى جمالك بين الورود. تحل الذكرى الثالثة لرحيل الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه في العاشر من ديسمبر 2017 ميلادية، والذي ترك إرثا فنيا عظيما على مدى 50 عاما، وهو الإرث الذي سيجعله أكثر حضورا في الذاكرة الجمعية لليمنيين والعرب. ومنذ سبعينيات القرن الماضي قدم الفنان الراحل إنتاجاً غنياً ضخماً استحق من خلاله أن يتقدم صفوف عمالقة الفن العربي في القرن العشرين. لقد عاش للفن مترحلاً بين عدن وبيروت وجدة والقاهرة إلى أن استقر في الرياض، وفي كل رحلة من رحلاته حمل اليمن وشعبه في ضلوعه وحناياه وصوته وكلماته. واشتهرت أغاني من اللون الصنعاني للفنان الراحل أبو بكر، ومنها قال المعنى لما، ومسكين يا ناس، ويا ليل هل أشكو، وإذا نسيم القرب نسنس. كما أجاد الألوان الخليجية من خلال عشرات الأغاني التي قدمها، ولاقت شهرة واسعة في الخليج ورددها عدد من الفنانين. وإلى جانب ذلك، كما يقول نقاد فنيون، احتوت تجربته على كم هائل من الأغاني الفصيحة لشعراء مشهورين، منهم جده أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الذي غنى له عددا من الأغاني. وأشارت دراسات فنية إلى الملمح الصوفي في أعمال أبو بكر من خلال أناشيده الدينية، مثل يا ساكنين طيبة، وإلى طيبة وبا نقرع الباب، وإلهي في الفلا دعاك عبد، ويا رب يا عالم الحال. رشفة من سلافة أسلافهم، ونسمة من طيب أعراف، وليس ينجو العبد من كل رداء إلا إذا بالحق في الصدق اهتدى، فسوف يعطى كل فوز وهدى بالفضل في الحال وفي المآل. لكنه ليس له ذريعة إلى هدى أو رتبة رفيعة إلا اتباع الدين والشريعة وقصد وجه الله ذي الجلال. وأرجعت ذلك إلى تأثر أبو بكر منذ نعومة أظافره بالحياة الصوفية السائدة في تريم، حيث كان يصدح بصوته الشجي تارة مؤذنا وأخرى منشدا لموشحات صوفية أو مترنما بتكبيرات الأعياد. وعلى صعيد علاقاته مع الفنانين وخاصة الشباب والهواء، يتذكر الفنانون الشباب للفنان الراحل أبو بكر الكثير من الفضل في تشجيعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم. وخلال مسيرته الفنية حصد الفنان الراحل بالفقيه العديد من الجوائز والأوسمة، كانت أهمها الإسطوانة الذهبية من شركة الإنتاج الألمانية، وجائزة أوسكار الأغنية العربية، ولقب فنان القرن من جامعة الدول العربية، وجائزة أفضل صوت في العالم من اليونسكو. ومن أبرز إنجازاته أنه غنى في قاعة ألبرت هول في لندن أكبر مسارح العالم الفنية عام 1983 ميلادية، وبهذا حصل على لقب فنان عالمي، كما حصل على العديد من الأوسمة من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ولبنان ومجلس التعاون، ودكتوراه فخرية من جامعة حضرموت، وكرمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بوسام الدرجة الأولى في الفنون والأدب.
كما كرمه الشيخ الراحل زايد بن سلطان بوسام من الدرجة الأولى في الفنون والأدب وأهداه سيفا من الذهب. وحصل الفنان الراحل على جائزة أوسكار الأغنية العربية في عام 2002 ولقب فنان القرن من جامعة الدول العربية في شرم الشيخ، وذلك بعد مرور 50 عاما على عطائه الفني. لو يقولوا عننا مهما يقولوا انتهي.